السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو تحسين القناة في التفاعل وكذلك حتى زيادة المتابعين وكذلك زيادة المشاهدات. كاين الناس عندهم قنوات صغيرة ولا كبيرة، مثلا عنده 1000 مشترك ولا 5000 مشترك ولا 20 ألف ولا 30 ألف، ومشكلة عنده مشاهدات ناقصين وعنده كذلك التفاعل ناقص، معناها الاشتراكات ناقصين، ما عارف كيفاش يزيد هذوما الاشتراكات. طريقة سهلة جدا بدون أي مشاكل، وطريقة قانونيا وطريقة مجانا. كيفاش دي كلمة مفتاحية؟ هذه كلمة مفتاحية خاوتي، هي تزيد لك في المتابعين أو تزيد لك في التفاعل. فهمتوا خاوتي؟ دوك نفهمكم معايا مليح. دوك نروحوا الى استديو اليوتيوب، هذا هو استديو اليوتيوب. من بعد نروحوا المحتوى، مثال نروحوا المحتوى، مثال نروحوا مثال هذا، يا مثال هذا فيديو تاع حل مشكلة الشحن من باينس الى دبي. شو عندي مثال هنايا، الكلمة المفتاحية من بريدي موب او اس دي تي باينس شراء، كما هنايا شيرا و اس دي تي، شيرا عملة مشفرة، عملة رقمية، طريقة الشراء، بطاقة انتمان و اس دي تي شيرا. هذوما كلمات خاوتي هما اللي يطلعوا القناة تاعك. نعطيكم سبيل المثال، نروح متصفح خفي ومن بعد ندير اليوتيوب، نديرو اليوتيوب، اليوتيوب نديرو اليوتيوب، تمام معي مليح. مثال نكتب هنا يا خاوتي، مثال نكتب كيفية الشحن أو كيفية شراء USDT في منصة باينس. خاطر شو معي مليح، ها هو الفيديو تاعي طلع هو الاول. شو معي مليح، ها كيما هذا الفيديو خاطر جاب لي 161 ألف مشاهدة قبل سنة واحدة. دوك نزيد نهبط ثاني نلقى الفيديو تاعي. هو كذلك حل مشكلة الشحن من باينس إلى دبي. هو خاوتي شفتو عملي هذا الفيديو تاعي. لو كذا نزيد نحوس، كيف تبيع أشياء الأورو، كيف تحسب أي عملة إلى دينار جزائري. يا خاوتي كذلك تخفيض بطاقة فيزا دبي. فهمتو خاوتي؟ هذه الطريقة باش تزيدك تفاعل مع القناة او زيادة المشتركين. كاين الناس عندهم قنوات ضعيفة وما عرفش كيفاش يطلعوه. هذو الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيبي للمعلومات، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو حلو مشكلة أنت المهم شحن خاوتي، لدبي عن طريق منصة عجبكم هذا باينس. كاين الفيديو ناس لازلت انا واجهوا اشتراك في مشاكل القناة نتاع وخاصة الشحن في تاع لدبي. الناس كل جديد. ان شاء الله في هذا والسلام الفيديو عليكم نعطيكم كل شيء ورحمة الله بالتفاصيل تعالى باش ما وبركاته تقعش في الخطأ، وبركاته. وكذلك ما تضيعش دراهمك. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى